كاربو. لنسرح هنا. أنا تعب جدا وأريد الاستراحة. لا أستطيع متابعة السائر. تبا لكم، نحن على وشك اللحاق بهم. لا تكن سخيفا، هيا بنا الحق بي. حسنا. ما الأمر يا ألت؟ أثر أقدام الدب وهو مجروح أيضا، فقع دم. انظر إلى هذا، خدوش على الشجرة. إذا أخذنا هذا الارتفاع بعين الاعتبار فلابد أن حجمه كبير. ماذا تحاول أن تقول؟ خدوش حجمه كبير؟ تكلم عن دب كبير ينزف دما، لابد أنه موجود في الجوار. دب؟ لا شكرا، لا أحب الكلاب ولا الدببة، ويلي أنا خائف. الدببة لا تحبك أيضا. كارفو، ماذا جرى يا تيفي؟ تبدو مكفهرا. أي كارفو، الدب ليس لطيفا، لنعد حزنا. عد أنت إذا أردت. أوصل سلامي إلى الدب إذا التقيته أثناء عودتك. توقف يا كارفو. بيبي، اعتقدت أنك كنت عائدا. لا أستطيع العودة بمفردي تاركا أصدقائي وحدهم يتجولون في هذه الغابة الموحشة. حقا إنك إنسان يعتمد عليه. صوت اطلاق نار بهذه السرعة. اصبحوا قريبين، لم يبقى سوى خطوة لنصل الى القمة. أسرع يا سيباستيان، سيطلقون النار علينا. يجب أن نعبر القمة وإلا سنصبح ضمن نطاق نيرانهم. انظر يا سيباستيان، سنكون بأمان ما توصلنا إلى هناك. مدينة التاه مدينة كبيرة جدا. نعم، أكبر مدينة في هذه المنطقة. لقد أصبحنا ضمن نطاق نيرانهم. سيباستيان، هل أنت بخير؟ نعم. انزل على الجبل أولا، هناك شجرة شربين في سفح الجبل، لنلتقي هناك. اخرجوا، لن تستطيعوا الهرب بعد الآن. ماذا عنك؟ سأفاجئهم، لا بأس، سألحق بك قريبا. هيا أمضي. حسنا. أشكر خوفك علي، لكنني لا أريد أن يرى سيدك ماذا سأفعل من الآن فصاعدا. فهذا النوع من الأعمال يجب أن لا يراها سيباستيان. تبا له، كدت أصاب ببندقيتي أنا. كاربو، سيستغرق ذلك وقتا، احمني سأذهب من الطرف الجانبي. حسنا. هاي بيبي، أطلق النار. Thank you.
نجح. عصبته. هل أصبته؟ أجل، هالكلب أزعجني لكنني كنت متأكدا، لقد وقع في الوادي. لنتأكد، لنبحث عنه. انتظراني، ساعداني، أنا مصاب بدوار الارتفاع، أكره المرتفعات. لماذا أنت هنا؟ بل جاء وأخبرني، ظننت بأن شيئا ما قد حدث لك فقررت المجيء. هل أنت بخير؟ هل أصبت؟ إنها مجرد إصابة طفيفة، لكن يبدو أنني لويت قدمي، إنها تؤلمني ولا أستطيع السير عليها. ماذا سنفعل إذا جاءوا إلينا؟ سأجد حلا، لا تقلق. سيباستيان، هل تؤدي لي خدمة؟ ماذا قلت؟ ما هي؟ هل تأخذ هذه الحقيبة إلى المحكمة في إلتاهو؟ إلى المحكمة؟ أعطها إلى أي شخص في المحكمة، سوف يفهمون. في هذه الحقيبة شيء مهم حافظت عليه طيلة حياتي، وهؤلاء الأشخاص يريدون الحصول عليه. أرجوك ألا تضيعها. هل تفعل ذلك يا سيباستيان؟ شكرا لك يا سباتيا، شكرا لك. هذا وعد بين الرجال. هيا اذهب، سوف يصلون الينا قريبا. نعم. ابحث بحذر، لابد انه في مكان ما حولنا. اصيب بالرصاصة ووقع، فلا يمكنه أن يبتعد كثيرا. فتش في الهشيم بحذر، ربما هو مختبئ فيه. أعرف ذلك. أعرف أنك هناك، هيخرج. ارفع يديك عاليا واخرج إلينا. لا بأس، أطلق النار علي. صباح الخير سيدي. أخبرني بالموضوع. حاضر سيدي، هناك بلاغ عن إطلاق النار على قمة الجبل، حصل ذلك مرتين هذا اليوم. لا، يبدو كأنه صيد في جبال روكي. فتشوا المنطقة بدقة، لا تدعوا الغرباء يدخلون. حاضر سيدي. أنت هناك، توقف.
لنهرب يا بال. هيا الحق بهم. امسك امسك هذا الكلب بسرعة، لا تدعه يهرب. هيا بيل. والآن أيها الصبي، هل ستخبرنا ماذا حصل في الجبل وألا تظل في السجن؟ ولد عنيد حقا. القاضي يريدك، يجب أن تذهب معي إلى المحكمة. المحكمة؟ تقدم، اذهب واجلس على ذلك الكرسي. هيا. حسنا، استعد للقسم. هل تقسم بالله انك ستقول الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة؟ قل فقط إنك تقسم. هيا قل أنا أقسم. لا. ماذا؟ سكوت، لا داعي للخوف يا سيباستيان. لا، إنه خاطف. يا لك من صديق، ألا تعرف من هو؟ إنه السيد لامونسي فاردي، قاضي مدينة إلتاهو. كيف تجرؤ على تسميته بالخاطف؟ القاضي؟ لما أستدعك يا سيباستيان لأحاكمك، أردتك أن تكون شاهدا أمام المحكمة والقانون في قضية مهمة. سيباستيان، أتعرف هؤلاء الرجال الثلاثة؟ أجل، كانوا يلاحقوننا كي يقتلونا. سأخبركم كل شيء منذ البداية. أتذكر كل شيء لأنني كنت خائفا. انتهى كل شيء يا كارلو. اذهب واقسم على منصة الشهود. حسنا. هل تقسم انك لن تدلي بافادات خاطئة ولن تقول سوى الحقيقة؟ نعم اقسم. سيباستيان بيل، امرهما غريب. صدقت أنني كنت الخاطف حتى الآن، أليس كذلك يا سيباستيان؟ آسف يا سيدي القاضي. هذا طبيعي،
أنا لا أبدو رجلا طيبا إذا قورنت بهم، وأعتقد أنهم أوهموك بأنني شرير وأخطف الأولاد. نعم أخبروني، لكن بل كان يعرف أنهم يكذبون. نعم بل كلب ذكي، لو أصبت على قمة الجبل لما التقينا هنا هكذا، ولما تمكننا من محاكمة هؤلاء الثلاثة. هاي بوتشي كن هادئا. ربما يريد صحنا آخرا. طبق آخر للضيف. نعم فهمت حالا سيدي. بالمناسبة يا سيدي، لماذا حاول هؤلاء المجرمون قتلك؟ قد اعتقلت رئيس المهربين وقدمته للمحاكمة، لكن الشهود لم يكفوا، فحاولت أن أجمعهم في فالنسيا، وكان رئيس العصابة قد دس بعضا من أتباعه بين رجال الشرطة ليحصلوا على المعلومات. لهذا السبب قمت بالعمل لنفسك؟ هذه هي الحقيقة بالضبط. الإثباتات كانت في الحقيبة التي طلبت منك إيصالها إلى المحكمة. رئيس العصابة أرسل القتلة ليمنعوني من إظهار الإثباتات ليبقوا طليقين. قصة شيقة. قمت بعمل رائع وشاق في هذه القضية. المحافظ سعيد جدا ويريد أن يكافئك لأنك تستحق أعظم تكريم. يكرمني؟ وهذا ما سيساعد في تنشئة الصغار في مدينة إلتاو. لما لا تبقى في هذه المدينة فترة من الزمن؟ نعم فهمت حالا. جاء المفوض ليقابلك سيدي. ليس لي أم، قل له ليأتي غدا. قال يريد رؤيتك لأمر ضروري وهو ينتظرك في المكتب. أمر ضروري. سيدي ما الأمر سيد موغال؟ آسف لمقاطعتك، لكن أرجوك انظر إلى هذا، أريد أن تطلع على هذا التقرير. ما هو؟ رسالة من البوليس الفرنسي. إنها عن ولد هارب يدعى سيباستيان وكلب شرير يدعى بيل. ماذا؟ تقصد أن بيل هو كلب شرير؟ هذا ما يقولونه. سخافة، لا يمكن ذلك. لكن كل شيء مطابق لمظهر سيباستيان وعمره. بيل الكلب البيرينيه الأبيض، أرجوك أن تسلمهم، إنها واجباتك. أيها القاضي، لن أدعك تعتقله في منزلي، دع هذه القضية لي، سأتدبر الأمر. أعذرني، لم يكن شيئا مهما يا سيباستيان. يقولون أنهم يريدون اعتقال ولد وكلب شرير هربا من فرنسا، لكن هذا لا يتعلق بك. على كل حال يا سيباستيان، الاحتفال سيقام ظهر غد. إذا لم يكن لديك شيء تفعله وكنت ضجرا، فحاول الإبحار في القارب، إنه خلف المنزل. قارب؟ النهر خلف المنزل يمر في المدينة ويصل إلى سفح الجبل عند حدود المقاطعة. باستطاعتك الخروج من المدينة دون أن ترى إذا أردت يا سيباستيان، حتى المفوض لن يعرف برحيلك. أيها القاضي، حظا سعيدا يا سيباستيان. شكرا لك أيها القاضي، إلى اللقاء. اسمعوني جيدا، ولد وجر وكلب أبيض، لا تدعوهم يهربون، هيا تحركوا. هذا سيدي. انتهيت من الاستعداد هنا؟ نعم سيدي، مستعدون لاعتقال سيباستيان وبيل حال وصولهما الى الاحتفال. ماذا عن الطرقات الرئيسية؟ وضعنا نقاط تفتيش على كل طريق مؤدي للمدينة، حتى الهرلا يستطيع المرور دون ان نراه.
حسنا، هذا سيجعل من المستحيل على بيل وسباستيان الهروب. لمون، ألا تعتقد أن بيل وسباستيان قد تأخر؟ يبدو ذلك أيها المحافظ. هل رجال النقطة الأمامية منتبهون؟ سوف نوبخ إذا هربوا. القارب، لقد أعطونا الكثير من الأكل، رائع. أيها المفتش موغال، هذا تقرير من الذين يراقبون منزل القاضي، لم يخرجوا بعد من المنزل كما قالوا. غريب، ماذا ينوي القاضي أن يفعل؟ هل النهر يمر وراء منزل القاضي؟ نعم، جدول صغير لكنه ينضم إلى النهر الكبير في آخر المدينة. هكذا إذن، اتبعوني، إنهم سيهربون عبر النهر بسرعة. ماذا يفعل المفتش موغال؟ لست أدري، على أي حال يبدو أن الأوان قد فات. ما الأمر؟ ماذا يجري؟ المحرك لا يعمل. ما هذا؟ أيها المفتش، الجهاز اللاسلكي لا يعمل أيضا. سيدي القاضي، أنا أطلع. أيها القاضي لمون، موسيقى موسيقى، أعزفوا شيئا، أي شيء يبي بالغرض الآن وبصوت علي، أعزفوا. سهل القاضي لامون هرب بيل وسيباستيان عبر النهر، ونشأت بينهما علاقة صداقة متينة كانت حافزا لسيباستيان لمتابعة رحلته للقاء أمه. بعد مطاردة الرجال الثلاثة له، اعتقل سيباستيان في مدينة التاهو. فوجئ سيباستيان بأن القاضي الذي شاهده في المحكمة كان نفس الشخص الذي سماه الرجل الشرير، لكن القاضي أنقذ سيباستيان من الوقوع بيد الشرطة.